السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. بعد وصول منافسة كأس إفريقيا إلى جولتها الثالثة والحاسمة، يكثر التساؤلات بين المناصرين والمتتبعين بصفة عامة حول كيفية حسابات المنتخبات المتأهلة في حالة تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، ويكثر الحسابات بين المتابعين وعن المنتخبات التي ستكون في المراكز الأولى أو الثانية والثالثة، وهناك عديد الحالات. وفي هذا الفيديو سنأخذ واحدة من الحالات المعقدة، وهي عند تساوي ثلاث منتخبات بنفس عدد الرصيد من النقاط، من هو المنتخب الذي سيكون أولا، الذي سيكون ثانيا، والذي سيكون ثالثا؟ ولحل هذه المعضلة وضعت الكاف القوانين التي سنشرح حالاتها في هذا الفيديو، وسنأخذ المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الجزائر، بوركينا فاسو وأنغولا كمثال على هذه الحالة. وأول شرطين يجب توفرهما هو أولا فوز الجزائر على موريتانيا بأي نتيجة، وأيضا تعادل منتخبي بوركينا فاسو وأنغولا، وسنأخذ جميع الحالات الأربعة الممكنة. أول شرط كما قلنا هو فوز الجزائر على موريتانيا، والبعض يظن بأن فوز الجزائر بهدفين أو أكثر سيمنحها الريادة، وهذا يعني معتقد خاطئ نوعا ما، سيمنحها الريادة في حالات فقط. الحالات الأربعة هي تكون حسب النتائج المسجلة بين المنتخبات الثلاثة التي ذكرناها، وهي أنغولا، الجزائر وبوركينا فاسو. وبما أنها كلها نتائجها تعادلات، فسيأخذ الفارق العام الذي هو صفر. وفي الحالة الأولى، في حالة تعادل بوركينا فاسو مع منتخب أنغولا بالتعادل السلبي 0-0 وفوز الجزائر في مباراتها مع موريتانيا، فالجزائر ستكون رسميا في المرتبة الأولى، بوركينا فاسو ثانيا، ومنتخب أنغولا في المرتبة الثالثة. في الحالة الثانية، في حالة التعادل بين بوركينا فاسو وأنغولا، هناك حالتان. إذا فازت الجزائر بهدف مقابل صفر، سيكون هناك تعادل في كل شيء بين الجزائر وبوركينا فاسو، وسيتم اللجوء إلى عملية القرعة لتحديد المركز الأول بين المنتخبين، فيما تكون أنغولا ثالثة. في حالة فوز الجزائر بأكثر من هدف، ستكون الجزائر أولا، بوركينا فاسو ثانيا، وأنغولا ثالثا. في حالة التعادل بين أنغولا وبوركينا فاسو بهدفين مقابل هدفين، هنا مهما كانت نتيجة فوز الجزائر، فإن بوركينا فاسو ستكون في المرتبة الأولى. وللفصل في المرتبة الثانية، إذا كانت النتيجة هدفان مقابل هدفان، في حالة الفوز الجزائر فارق هدفين، فإن الجزائر ستكون في المرتبة الثانية وأنغولا ثالثا. أما في حالة فوز الجزائر بفارق هدف، فهنا سيكون على حسب النتيجة المسجلة، فإذا كانت هدف مقابل صفر أو هدفين مقابل هدف، فإن أنغولا هي الثانية والجزائر ثالثة. أما في حالة فوز الجزائر ب3-2 على موريتانيا، فستجرى عملية القرعة بين الجزائر وأنغولا. في حالة فوز الجزائر ب4-3 أو 5-4، ستكون الجزائر ثانية وأنغولا ثالثا. أما الحالة الرابعة والأخيرة، فهي التعادل بين بوركينا فاسو وأنغولا ب3 أهداف في كل شبكة أو 4 أو أكثر. في هذه الحالة سيكون منتخب بوركينا فاسو في المرتبة الأولى، منتخب أنغولا في المرتبة الثانية، والمنتخب الجزائري في المرتبة
الثالثة. إذن كما لاحظتم فإن أبرز حالة ممكن أن تمنح الجزائر ريادة الترتيب فهي التعادل بصفر مقابل صفر بين أنغولا وبوركينا فاسو وفوز الجزائر بأي نتيجة. أما في حالة التعادل بين كما قلنا أنغولا وبوركينا فاسو بهدف مقابل هدف فعلى الجزائر الفوز بفارق هدفين. وكما تلاحظون فإن الجزائر بإمكانها أن تكون إما في المرتبة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة، بينما منتخب بوركينا فاسو فإما يكون في بعض الحالات في المركز الأول وفي حالة أخرى في المركز الثاني. أما المنتخب الأنغولي فإذا تعادل مع بوركينا فاسو فإنه رسميا لن يكون في المرتبة الأولى في هذه الحالة، وسيكتفي إما بالمركز الثاني والمركز الثالث. تبقى هذه مجرد احتمالات نشرحها لكم يعني رفع اللبس حول كما قلنا بعض الاحتمالات وبعض التوقعات، خاصة وأن البعض كان يعتقد بأنه مجرد فوز الجزائر بأكثر من هدفين وأكثر من هدف أي هدفين أو ثلاثة وتعادل أنغولا مع بوركينا فاسو سيمنح الجزائر المرتبة الأولى، لكن قوانين الكاف كما سبقنا وشرحنا تعتمد فقط على النتائج المسجلة بين هذا الثلاثي الذي ذكرناه، وتبقى أرضية الميدان هي الفيصل. في الأخير نشير فقط بأنه عملية القرعة تجرى في حالة تساوي منتخبين في كل شيء، وهذا بعد أن تم إلغاء عملية العقوبة، أي أنه تم إلغاء احتساب الإنذارات المسجلة على كل منتخب. في الأخير نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري في مباراته الثالثة والتسجيل الفوز أمام موريتانيا لضمان التأهل الرسمي سواء في المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، المهم ضمان التأهل والتواجد في الدور القادم ومحو انتكاسة الدورة الماضية بالكاميرون التي خرج فيها المنتخب الوطني من الدور الأول. بالتوفيق وتمنياتنا للمنتخب الوطني الجزائري الفوز والتأهل. أما أنتم شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.